عليكم مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. مشاركة متميزة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في منافسات المحترفين والهواة لجائزة الحسن الثاني في دورتها 45 بمسالك الجولف الملكي دار السلام برباط. تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان مؤشرات إيجابية وحزم في التصدي للممارسات غير المشروعة. وفي اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية فاس تطمح لإحياء موروث غني ضاربة جذوره في أعماق التاريخ. وحديقة الحيوانات برباط تتعزز بولادة 4 أشبال من صنف أسود الأطلس المهددة بالانقراض. أهلا بكم. نستهل النشرة ببرقية التهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى السيد إلهام علييف بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أذربيجان. برقية تهنئة أخرى بعثها جلالة الملك إلى السيد ميلو ديوكانوفيتش بمناسبة انتخابه رئيسا لمونتينيغرو. وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك انطلقت اليوم بمسالك الجولف الملكي دار السلام برباط منافسات جائزة الحسن الثاني للجولف في نسختها 45 دورة تميزت بالمشاركة المتميزة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. سعيد أنيس، محمد الناصري، وفؤاد الحرش. الجولف الملكي دار السلام بالرباط برنامج اليوم الثاني من منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف اشتملت على فئة لاعب محترف وثلاث هواة. فريق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الذي يضم كل من جلي بنيس وعمر الحجامري إلى جانب المحترف البلجيكي توماس بيترس. مشاركة متميزة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في الدورة 45 لجائزة الحسن الثاني التي أضحت موعدا بارزا في أجندة الدوري الأوروبي لمحترفي الغولف. هذه الجائزة أصبحت الوجهة المفضلة لمحترفي الغولف وذلك راجع بالأساس إلى جودة المسالك الحمراء التي تشتمل على أحسن المناطق الخضراء. وبفضل تحسين الحواجز يجد الممارسون مسالك تعد بالعطاء بالنسبة لأقوياء هذه الرياضة. المحترف الأنجليزي إيدي بيربل والفائز بمصر قطر مؤخرا يعد من بين الأسماء التي ستنافس على لقب هذه السنة. أخذ الانطلاق اليوم إلى جانب ثلاث هواة. المسالك الحمراء أصبحت الأحسن والأصعب دوليا لأنها توفر للاعبين إمكانية تحقيق أحسن ضربات وتحدي أكبر في تجاوز حواجز صعوبات جمة. المشاركة المغربية حاضرة في السبورة النهائية لهذه السنة بفضل 4 محترفين من بينهم ابن مدينة أكادير أيوب الجيراتي يطمح إلى تحقيق نتيجة أفضل. التروفي حسن دو اللي كتعني لنا الكثير لحقاش هي أكبر بطولة في المغرب. بريباريت ليها مزيان، وجدت ليها مزيان. اول مره غادي نلعب اون طونك بروفيسيونيل، نحاول ان شاء الله نلعب باش نربح مراتب في الدوري الاوروبي. المنافسة ستنطلق يوم غد وستبارى 144 محترفا بالمسالك الحمراء و126 محترفة بالمسالك الزرقاء، ويعتبر هذا الملتقى الأول من نوعه في العالم الذي يجمع تظاهرتين اثنتين الأولى الخاصة بالذكور والثانية بالإناث في أسبوع واحد. وصباح اليوم نظمت ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورتين 45 لجائزة الحسن الثاني والرابع 24 لكأس صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم للغولف. في المتابعة حسن الحريري وفؤاد الحرش. جائزة الحسن الثاني وكأس ليلى مريم بطولتان يعتبران جزءا لا يتجزأ من الدوري الأوروبي لجمعية محترفي الغولف والدوري الأوروبي للسيدات، تستقطبان كل سنة نخبة من الأبطال الأوروبيين لدى الرجال والسيدات. وخلال الندوة الصحفية أكد مصطفى الزين نائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف أن رياضة الغولف تعد رافعة حقيقية للتنمية السياحية بالمغرب وأداة لتطوير هذا الصنف من السياحة الرياضية. 32 جنسية لاعبين الحمد لله، كاين استقرار، كاين
اتفاقيه مع الجميع، ما كاينش اي جاز لهاد الناس اللي كيجيو، وحيت كيمشيو كيدلو به العالم باسمه، وكيجعل من المغرب كتكون احسن من احسن البلدان اللي كيجيو للسواح. كما تم التأكيد خلال هذه الندوة الصحفية على المسار التصاعدي الذي تعرفه رياضة الغولف بالمغرب، وكذا جودة المسالك بالغولف ملكي دار السلام، والترويج لصورة المغرب الرياضي من خلال البث التلفزي الذي وصل إلى 2177 ساعة بث تلفزيوني في العالم، بما في ذلك 913 ساعة بث مباشر. التلفزة كتعطي نظرة يعني واضحة على مستوى التجهيزات ومستوى التنظيم ومستوى الجمالية ديال المسالك ومستوى الثقافة ديال البلاد. بطولة فريدة تعد أفضل واجهات للعبة الغولف، خاصة بعد المكانة أصبحت تحظى بها هذه الرياضة، وذلك بفضل الجهود الكبيرة لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف. إجماع وطني وتعبئة شاملة في وجه استفزازات البوليساريو ومن يقف وراءها للمس بوحدتنا الترابية، مناورات يواجهها المغرب كدأبه بكل حزم وصرامة ليضع المنتظم الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤوليتهم. سعيد غنام، نبيل كوميمي، ومصطفى الزاهري. إشارة قوية من كل مكونات الشعب المغربي إلى المنتظم الدولي في إطار التعبئة من أجل قضية وحدتنا الترابية. إجماع وطني راسخ للدفاع للوحدة الترابية للمملكة للتصدي لكل المناورات التي تستهدف المس بسيادة المغرب. الأحزاب وإن اختلفت مشاربها بين يمين ويسار ووسط وتوجهات إيديولوجية مختلفة، إلا أن الكلمة تكون قولا واحدا حينما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية. هذا الموقف المشكور للزعامات السياسية المغربية والتئامهم بالعيون وإرسالهم رسالة أن المغرب موحد ومتوحد إزاء قضيته الترابية، إزاء قضيته الأولى، ولذلك لا مجال للخوض في بث أي شقاق أو أي اختلافات في الموقف الداخلي. لأجل ذلك نلاحظ مؤخرا أن الخصوم ابتلعوا ألسنتهم، اضطروا لأن ينفوا تواجدهم في المناطق العازلة، بئر الحلوت، فارتي وغيرها، وهو الموقف الذي ما كان ليسير إليه لولا حزم المملكة المغربية وحزم مبادرتها ومواقفها الخارجية. المغرب يدق ناقوس الخطر على إثر التطورات الأخيرة التي عرفت قضية وحدتنا الترابية، والتي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على استقرار المنطقة، تطورات تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع القوانين الجاري بها العمل دوليا. المغرب حاليا في موقف قوة، خصوصا مع التوجهات الجديدة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، حيث أن هناك إجماع وطني، اجتماع العيون، والبيان الصادر عن اجتماع العيون أكد هذا الإجماع الوطني. كل مكونات الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب معبأة للدفاع عن الوحدة الوطنية، إضافة إلى ذلك جميع القوى الحية من أصدقاء المغرب من داخل منظمة الأمم المتحدة ومن مختلف القارات أكدت دعمها لموقف المغرب، خصوصا وأن المغرب تسبق له أن تقدم بحل واقعي سياسي لا غالب فيه له ولا مغلوب، ألا وهو مقترح الحكم الذاتي الذي ما زال يعتبر الوعاء الحقيقي لحل هذا المشكل المفتعل. إجماع وطني يتجدد من طرف كل مكونات الشعب المغربي للتصدي لكل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، كيفما كان شكلها أو مصدرها، دفاعا عن الوطن من طنجة إلى القويرة، ومع التأكيد مرة أخرى على أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل لحل هذا النزاع المفتعل. التطورات الأخيرة للقضية الوطنية والشراكة المتعددة الأبعاد مع الاتحاد الأوروبي محور زيارة تقوم بها اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، وخلالها مباحثات جمعت الوفد البرلماني مع عدد من النواب الأوروبيين النافذين، همت اتفاق الصيد البحري والأوراش الكبرى للتنمية والإصلاحات التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات وتجربته في مجال الهجرة. في رباط اجتماع مجلس إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا في دورته السادسة، وخلاله تم الوقوف عند حصيلة الإنجازات واستشراف آفاق العمل للفترة المقبلة. محمد الوهيبي وسعيد جاسي.
ذكر رئيس الحكومة في بداية أشغال الاجتماع بأهمية مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المصنف ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي تحظى برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والهادف إلى تنمية إقليم النظور والجهة الشرقية عبر تعزيز قدرتها التنافسية وجاذبيتها الاقتصادية والسياحية بما يسمح من إحداث المزيد من فرص الشغل. اليوم الحمد لله بفضل إرادة ديال سيدنا، بفضل التعليمات ديالو، بفضل استثمار أكثر من 300 مليون يورو، كنتكلموا لأن كنتكلموا مع الأوروبيين كذلك، أنا 3 ملايير درهم، 300 مليار اللي تخصصت غير أن هاد البحيرة، هذا غير رقم مبدئي، أما الاستثمارات هي أكثر، لأنها اليوم البحيرة كتعرفوا أن كان بنيو فندق من 5 نجوم، صندوق الإيداع والتدبير بنا فندق من 4 نجوم اللي هو كيشتغل الآن، واللي هو مهم جدا هو أن هناك حتى المواطنين فهموا بأن هذه البحيرة وهذا المكان غادي يجلب السياح، وبدأ كيجلب السياح وبنوته ما فنادق. الاجتماع تم خلاله استعراض المشاريع التي تهم تهيئة وإعادة تأهيل كورنيش ناظور وابن نصار وإنجاز منتزه الطيور وإحداث شواطئ اصطناعية وإعادة تقويم الأودية وأشغال التنقية وبناء جسر بعرور وتطوير التجهيزات المينائية وإعادة تأهيل وحماية البيئة وغيرها، ليصبح المشروع مرجعا ونموذجا يحتذى به لعدد من البلدان الإفريقية الصديقة. واللحظة ينضم إلينا ياسر العمراني في هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا، مساء الخير مشاهدين الكرام. إذن البداية ياسر باجتماع بوزارة الداخلية خصص للاطلاع على وضعية التموين المرتقبة للسوق الوطنية خلال شهر رمضان، وأسألك ياسر ماذا عن وضعية التموين خلال الشهر الفضيل؟ إذن من المنتظر أن يكون التموين وافرا من المواد للاستهلاك خلال هذه الفترة. المعطيات المحصل عليها هذه السنة تبين أن العرض يمكن من تغطية حاجيات الاستهلاك الوطنية، وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على تتبع حالة تموين السوق وإنجاز عمليات مراقبة الأوزان والمقاييس خلال هذا الشهر، لا سيما الجوانب المتعلقة بإعلام المستهلك والممارسات التجارية. عماد أمسمير وعبد الرحيم فيلول. وفرة في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب لحاجيات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة، هذا ما أكد عليه هذا الاجتماع التنسيقي، والذي شدد من جهة أخرى على أن تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة تستوجب اتخاذ تدابير إضافية ومزيدا من اليقظة والتعبئة. العرض سيتجاوز طلب خلال شهر رمضان، سواء كان الأمر متعلق بالمنتوجات الداخلية أو الاستيراد. حتى الاستيراد الأمور الحمد لله مهيئة. اليوم يعني كنا حازمين وحاسمين في هذا الأمر أنه يكون هناك الحمد لله وكين هناك وفر إن شاء الله في شهر رمضان بالنسبة للمواد الاستهلاكية، ولكن أيضا نحن جادين وصارمين بالنسبة لأي يعني مضاربات. حالة التموين المرتقبة ستكون عادية والمخزون يغطي السوق الداخلي، حيث أن الكميات المتوفرة من مادة السكر خلال شهر رمضان ستفوق 343 ألف طن والزيوت الغذائية تناهز 63 ألف طن، كما أن مادة الحليب خلال شهر ماي تقدر ب 36 ألف طن في حين أن الطلب يقدر ب 25 ألف طن. هذا وتقرر خلال هذا الاجتماع إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم. هذا الاجتماع اليوم اللي تم تنظيم ديالو جمع جميع ممثلي أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم اللي هما كيقوموا بدورهم بواحد الدور تنسيقي هام على مستوى العمالات والأقاليم في إطار تحفيز الجهود ديال هاد مختلف المتدخلين من أجل العمل اليومي والميداني والتتبع وضعية الأسواق والأسعار والجودة لضمان هذه الجودة. فننسق مع هذا مع عناصر هذا المكتب والمكتب الصحي البلدي ومكاتب وحتى وزارة الصحة. كيف تتم هذه العملية؟ نأخذ عينات ونحيلها على المختبر لمعرفة هل هي هذه المواد صالحة للاستهلاك أم غير صالحة للاستهلاك.
تبني مقاربة استباقية تقوم على دراسة وتقييم المخاطر والتحقق من مصدر مختلف المواد المعروضة للبيع، خاصة بمحلات البيع بالتقسيط والأسواق، وإشراك كافة المتدخلين لا سيما الغرف المهنية وأمناء الحرف وجمعيات التجار وجمعيات حماية المستهلك، وتعبئة كافة المصالح المعنية للتتبع والتنسيق. أهم خلاصات هذا الاجتماع التنسيقي حتى يمر شهر رمضان هذه السنة في أحسن الظروف. تحتضن مدينة مكناس الأسبوع القادم فعاليات النسخة 13 للمعرض الدولي للفلاحة تحت شعار اللوجستيك والأسواق الفلاحية. المعرض الذي سيقام على مساحة تقدر ب 180,000 متر مربع، منها 87,000 مغطاة، سيحتضن أزيد من 1,400 عارض يمثلون 67 بلدا، مع توقع استقبال ما يفوق 800,000 زائر. معطيات أكثر مع عبد الله الجقر وإبراهيم الغوتي. بمدينة مكناس آخر الاستعدادات لافتتاح فعاليات النسخة 13 للمعرض الدولي للفلاحة. المعرض أضحى موعدا سنويا للقاء بين المهنيين والفاعلين في القطاع الفلاحي. جد مهم لأنه كيتلقوا فيه الفلاحة باش يشوفوا يعني اش واقع في الميدان الفلاحي، وبالخصوص يعني هاد السنة كنتكلموا على يعني اللوجستيك وعلى الأسواق، وكتعرفوا بأنه الفلاحة اليوم الحمد لله طلعوا الإنتاج ديالهم وكيهتموا يعني بالتثمين ديال المنتوج وكذلك بالتسويق وبكل ما كيهم يعني اللوجستيك. هولندا ضيف الشرف لهذه الدورة، بلد معروف في مجال اللوجستيك الفلاحي، وشعار هذه السنة اللوجستيك والأسواق الفلاحية. فالمعرض مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المشاركين. 70 دولة هذا العام اللي غتتواكب هذه الدورة، دورة 17، وكاين ايضا مناظرات جد مهمة، حوالي 32 مناظرة اللي هيئناها واللي غيتداولوا فيها ان شاء الله خبراء لا على الصعيد الوطني لا على الصعيد الدولي. فضاء المعرض سيكون جاهزا بالكامل نهاية هذا الأسبوع، والافتتاح منتظر يوم الثلاثاء القادم. والمعرض يقدم صورة حقيقية للإمكانيات الهائلة التي يتميز بها القطاع الفلاحي المغربي. ودائما ارتباطا بالمجال الفلاحي وتحديدا بإقليم مكناس، شهد الإقليم إذن معدل تساقطات تصل إلى 625 ملم في الأشهر الأخيرة، معدل ساهم في تحسين مردودية الأراضي الزراعية التي تقارب 72,000 هكتار، حيث يتوقع أن يناهز الإنتاج حوالي 3 ملايين قنطار. ريبورتاج في الموضوع لعبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي. بمنطقة سايس ومن خلال مؤشرات متعددة، الموسم الفلاحي الحالي دخل مرحلة حاسمة، والضيعات الفلاحية باختلاف أنشطتها بلغت مرحلة متقدمة في الإثمار. والتفاؤل الكبير يسود الأوساط الفلاحية التي استبشرت خيرا لهذه الوضعية. الحمد لله هذا العام المطر مزيان، كل شيء مبرا الحمد لله، تقريبا شهرين هادي ونص تقريبا ديال الشتاء، الامور مزيانه الحمد لله. بالنسبه للفلاح هو اللي تخصو يكون يدي على القرص يخدم مزيان وكذا، يعني لا غفر شي شويه ما كاينش. الفول راه تقريبا راه في واحد تقريبا راه كله دار الحب وراه جاي مزيان. هادشي ديال الشعير، هادشي ديال سميتو ديال الزيتون مزيان. الناس اللي كان كيسقيو دابا ما غاديش يبقى يسقيو. منطقة مكناس محور فلاحي قوي بمؤهلاته الكبيرة وبسلاسله الزراعية المتعددة، استفادت هذا الموسم من تساقطات مطرية ناهزت 625 ملم، وهو ما أعطى لمساحات الحبوب والقطن ولباقي الزراعات دفعة قوية. العام الحمد لله مزيان، خصها دابا غير الشمس، ما خصهاش حاجه من غير الشمس. دابا بغينا غير الشمس اللي كنطلبوا، بارك علينا، وهذا هو اللي كاين. الموسم الفلاحي زين، فرينه زينه، القمح زين، الفول زين، البصله زينه.
الموسم الفلاحي بمعطياته الطبيعية الإيجابية واكبه مجهود كبير للفلاحين تظهر ملامحه واضحة بمختلف الضيعات، علما أن أهمية الموسم الحالي تكمن في بلوغه مساحة تناهز 92 ألف هكتار من الحبوب والقطني. ترشيد الموارد المائية في السقي موضوع اليوم، التحسيس الذي نظمته وكالة الحوض المائي لملوية ومكتب الاستثمار الفلاحي بالمنطقة لفائدة فلاحي إقليم توريرت. التفاصيل أكثر مع بوجمع الحفاوي ونور الدين صابر. يعتمد اقتصاد إقليم توريرت على الفلاحة بالدرجة الأولى، لكنه قطاع يظل خاضعا للتقلبات المناخية، حيث لا تمثل الأراضي المسقية إلا نسبة 2.09% من الأراضي الصالحة للزراعة التي تبقى في معظمها بورية. ونظرا لقلة التساقطات المطرية كان لابد من تنظيم هذا اليوم التحسيسي لفائدة الفلاحين من أجل تشجيعهم على ترشيد الموارد المائية في السقي. وهذا اليوم هذا بحق الهدف منه هو التحسيس، وخاصة الفلاحين وجمعيات السقي لإشكالية نقص المياه وإشكالية كذلك ترشيد في الماء، خاصة الماء السقي. الهدف منه هو أننا نطلق من الفلاحة ونبين لهم ما يقدمه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي فيما يخص الري بالتنقيط، وأيضا الامتيازات التي يقدمها صندوق التنمية الفلاحية. بينا الفلاحة لأنه اللي عنده أقل من 5 هكتارات يمكن له يستفد 100% من الإعانات، واللي عنده أكثر من 5 هكتارات فعنده 80% من الإعانة. المتدخلون في هذا اليوم التحسيسي قدموا للفلاحين المشاركين عروضا وشروحات بأهمية استعمال التنقيط والاندماج في تعاونيات وجمعيات من أجل استفادة من إعانات الدولة وإنجاز مشاريع للسقي الموضعي. أنا فلاح ما عنديش تنقيط، كاين الناس اللي دايرين التنقيط ديال الماء، احتفظوا على الماء واستافدوا لا من العنا ديال الدوله ولا زاد لهم الانتاج في الاخر في الغله ديالهم. الماء كان حافظوا على الماء مزيان، وبالنسبه لهذه المنطقه انتم عارفين كتعرف تساقطات قليله، دابا الحمد لله هذا الكوتاكوت عاونتنا. إن مشاريع التجهيز الهيدروفلاحي التي تنجز في إطار مخطط المغرب الأخضر ستمكن من عقلانة السقي وتوسيع الري ليشمل مساحة 1330 هكتارا بإقليم توريرت، خاصة مع إطلاق ماء السقي في الشطر الأول من مشروع طفراطة. تحسنت نسبة ملء السدود مع بداية هذا الشهر بحوالي 5%، حيث انتقلت من 64.2% إلى 69.2%، أي ما يعادل 10.5 مليارات متر مكعب كمخزون إجمالي. وبفضل التساقطات المطرية تحسنت وبشكل ملحوظ وضعية المخزون المائي بفعل الواردات المائية المهمة والمتفاوتة بحقينات عدد كبير من السدود، والتي تقدر إجمالا بحوالي 1.3 مليارات متر مكعب. ننتقل ياسر إلى مجال التكنولوجيات الحديثة وفعالية النسخة الثالثة لمعرض الدار البيضاء للمدن الذكية، ما الجديد؟ إذن هذا المعرض يقام بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ويستمر على مدى 3 أيام، من خلاله سيتم مناقشة كل ما يحيط بمجال المدن الذكية عبر منصات تقترح تبادل الآراء والأفكار حول أدوار ورهانات هذا المجال، ليتم اقتراح مقاربة شاملة حول تطوير المدن الذكية. إبراهيم أفاق وسفيان الإبراهيمي. معرض الدار البيضاء للمدن الذكية في دورته الثالثة، موعد سنوي للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة في مجال تدبير الفضاء الحضري بالاعتماد على التكنولوجيا بشكل أساسي في إرساء البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات. وتسعى مدينة الدار البيضاء جاهدة إلى الانضمام إلى نادي المدن الذكية مستقبلا. مدينة الدار البيضاء هي تتشرف بأن تكون ممثلة إفريقيا في الكونغرس العالمي للمدن الذكية. هي مدينة القطب المالي، العاصمة الاقتصادية، عندها رغبة في أن تكون على يعني في مستوى المدن الذكية. جامعات وحكومات ومنظمات دولية ومراكز الأبحاث وخبراء ورؤساء المدن التأموا في هذا الملتقى لدراسة الحلول الكفيلة بتعمير المدن وفق خطط تعتمد على أنظمة تكنولوجية حديثة وتراعي معايير المدن المستدامة.
أعتقد هذا توجه نسير فيه في بلادنا، لكن فقط نحتاج إلى شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لأن الإمكانيات المالية للجماعات غير متوفرة، وبالتالي نبحث عن البزنس الموديل حتى نسرع من عملية إخراج هذه المشاريع. وإلا إذا عولنا على ميزانية الجماعات المحلية والمدن لن نستطيع إلا في عقود. على مدى 3 أيام إذن ستستمر مناقشة كل ما يحيط بمدينة الذكية عبر منصات تقترح تبادل الآراء والأفكار حول أدوار ورهانات كل موضوع، ليتم اقتراح مقاربة شاملة حول تطوير المدن الذكية. نسب بورصة الدار البيضاء، البورصات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات نتابعها الآن. هذه النسب الآن تنتهي اقتصادية هذا اليوم، والآن نعود إلى رضا. شكرا لك ياسر. ونواصل من الدار البيضاء، حيث انطلقت اليوم أشغال المؤتمر الدولي 15 للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. يشارك في أشغاله أزيد من 350 مسؤولا يمثلون 80 بلدا. فاطمة تابوت وعشر بن مسعود. النسخة 15 للمؤتمر الدولي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال الضمان الاجتماعي التأمت بالدار البيضاء بحضور 350 مندوبا يمثلون مختلف الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك اعتبارا لأهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي لشؤونها الإدارية والمالية والتقنية. الأعضاء اللي جايين من أكثر من 90 دولة اللي كتمثل جميع القارات هنا، وإلى جاو وكان هذا النجاح فهو اعتراف للمغرب بالريادة ديالو في هذا الميدان. هذا جد مهم بالنسبة لمستقبل جودة الخدمات ونجاعة عمل الهيئات الأعضاء في الجمعية الدولية. المملكة المغربية بادرت منذ 2009 إلى وضع برنامج حكومي يهدف إلى تطوير الخدمات الموجهة إلى الإدارات أو المقاولات ووضع آلية للحكامة لتشجيع برنامج الحكومة الإلكترونية. اليوم الحمد لله بلادنا غادية في واحد المجال ديال الرقمنه في اطار ما يسمى بالحكومه الالكترونيه، كاين واحد العمل كيدار كبير. عندنا الحمد لله واحد المجموعه ديال المؤسسات اللي هي متقدمه في هذا المجال. وستشكل اشغال هذا الملتقى الذي سيتواصل الى غايه 20 من الشهر الجاري فرصه لمؤسسات الضمان الاجتماعي لتبادل التجارب والخبرات بخصوص الابتكارات التي ادخلتها هذه التقنيات على التدبير، فضلا عن تحديد المناهج المناسبه للاستفاده منها. ومن الدار البيضاء، المرصد الوطني لحقوق الطفل يعطي الانطلاقة الرسمية للدورات الجهوية لبرلمان الطفل، وفي جدول أعمالها نقاشات تتمحور حول الطفل والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. فاطمة تابوت وعشر بن مسعود. تهدف الدورات الجهوية لبرلمان الطفل إلى ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية لدى الأطفال البرلمانيين وتمكينهم من لعب دورهم كسفراء لقضايا الطفولة وفاعلين في التنمية الجهوية. البرلمان اللي بالنسبة لنا هو مدرسة لتربية على المواطنة وعلى الديمقراطية وعلى القيم، هو أيضا فضاء ليتيح فرصة لهذا تلاميذ الأطفال المنحدرين من شتى أنحاء المملكة المغربية للتشاور والالتقاء
كنرسخوا الاطفال البرلمانيين في الجهه ديالهم وكنوفروا لهم وكنأهلوهم بالادوات التطبيقيه والقيم اللي غيمكنهم يلعبوا دور السفراء لقضيه الطفوله في الجهه ديالهم. ويعد برلمان الطفل مدرسه وطنيه للتربيه على المواطنه واعداد اجيال قادرين على المساهمه في الحوار الوطني والتنميه المستدامه. الاولويات اللي بانت لنا مهمه في تحسين وضعيه الطفل في المغرب في مختلف القطاعات، قطاع الصحه، قطاع التهيئه الاجتماعيه والسياسة العموميه. خدينا بزاف ديال الاولويات منها يعني النهوض بالصحه، النهوض بمنظومه التعليم، يعني النهوض مجموعه من الاشياء يعني اللي حاليا يعني كتشكل مشاكل وهذا، وحاولنا اننا نعطيو خطط باش اننا نخدموا عليها اننا نلقاو حلول. عموما فالدورات الجهويه لبرلمان الطفل تسعى الى تمكين الاطفال البرلمانيين من الاليات العلميه والعمليه من اجل اعدادهم للمساهمه الفعاله والميدانيه في التنميه المحليه والجهويه من اجل التمرس على الديمقراطيه. مباحثات مغربية تركية في الرباط همت تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. في المتابعة عبدالله الشجر ومحمد الناصري. خلال هذا اللقاء نوه الجانبان بمستوى علاقات الصداقة التاريخية والمتينة التي تربط البلدين والتي تساهم في تعزيزها المشاورات السياسية المستمرة بين قيادتي البلدين. مباحثات مجموعة الصداقة المغربية التركية مع رئيسي لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان شكلت مناسبة للتعريف بالتجربة المغربية في مجال الديمقراطية. بالمناسبة أكد الطرفان على ضرورة تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وتركيا من خلال تشجيع المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال بالبلدين. الوفد التركي قام بزيارة لضريح محمد الخامس حيث ترحم على الروحين الطاهرتين لجلالة المغفور لهما الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما قبل التوقيع في الدفتر الذهبي للضريح. دوليا تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار خلال قيامه أمس بمهمة استطلاعية في دوما، وضع يعرقل انتشار خبراء دوليين لتقصي الأدلة بشأن هجوم كيميائي محتمل في هذه المدينة. سكينة عليتو. الغموض يلف مهمة البعثة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، فالفريق الأمني المكلف بدخول مفتشي المنظمة إلى مدينة دوما تعرض لإطلاق النار ما أجبره على الانسحاب وتأجيل دخول المحققين لمباشرة التحقيق في الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له دوما قبل أسبوع وخلف عشرات القتلى. مهمة المفتشين تظل صعبة وتلوفها المخاطر، ما دفع بمدير المنظمة إلى التأكيد على أن نشر المحققين في دوما يتوقف على السماح بوصولهم دون عقبات. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتضارب فيه التصريحات بين روسيا والغرب ويتواصل الجدل بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية. المسؤولون الروس لا يرون جدوى من إجراء تحقيق جديد لتحديد المسؤول ما دامت واشنطن وحلفاؤها هم من يقررون كل شيء. في غضون ذلك قالت الخارجية الأمريكية إن لدى واشنطن معلومات عن استخدام غاز الكلور والسارين في الهجوم على دوما، معبرة عن قلقها من أن الدليل على ذلك يتلاشى كلما طال أمد إبعاد المفتشين عن الموقع. ويهدف عمل البعثة بالدرجة الأولى إلى تحديد ما إذا تم استخدام مواد كيميائية ولا يقع على عاتقها تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. بريطانيا تتهم روسيا بانتهاك الحظر المستمر منذ عقدين على استخدام أسلحة كيميائية، وذلك خلال محادثات طارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تناولت قضية تسميم عميل روسي سابق في بريطانيا بغاز للأعصاب، قضية يتباحث بشأنها دبلوماسيون في اجتماع مغلق بلاهاي. قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن وبيونغ يونغ بدأتا بالفعل محادثات مباشرة على مستويات رفيعة جدا تحضيرا للقمة المرتقبة بين زعيمي البلدين شهر ماي أو بداية شهر يونيو. والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة سرية إلى بيونغ يونغ تحضيرا لهذا اللقاء التاريخي.
أعلنت البحرية الليبية عن إنقاذ 217 مهاجر غير شرعي في مياه البحر الأبيض المتوسط، بينهم 85 امرأة وعشرة أطفال. وحسب إحصائيات رسمية فإن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو ضبطهم قبالة السواحل الليبية تجاوز 4000 مهاجر خلال الربع الأول من السنة الجارية. لقي شخصان مصرعهما في حرائق اندلعت بغابات غرب ولاية أوكلاهوما. وحذرت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في الولايات المتحدة من اتساع رقعة الحرائق في ظل هبوب رياح بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة بالمنطقة التي تعاني من ندرة الأمطار منذ 5 أشهر. ونواصل من أسخيرات، حيث ورشة دولية موضوعها الهجرة في خدمة التنمية، خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في المتابعة عبد الحميد جبران وسمير بركة. قضية الهجرة أضحت تشغل المنتظمة الدولية أكثر من أي وقت مضى، فقد باتت تساهم بشكل إيجابي في جميع مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنشأ والإقامة، ما يعني أنها ستصبح أحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذا كان 260 مليون مهاجر كيعيشوا في العالم، نصف ديالهم هما النساء، كيشكلوا فقط 3.4 من سكنة العالم، لكن كيساهموا ب 9.5 من الناتج الداخلي الخام العالمي، وبالتالي هما عنصر أساسي مساهمين في التنمية. ولمناقشة دور الهجرة في التنمية تحتضن مدينة السخيرات ورشة دولية بحضور مسؤولين وصناع القرار وممثلي المنظمات والهيئات العاملة في مجال الهجرة من مختلف دول العالم. La communauté internationale est à mi-chemin dans l'élaboration d'un pacte. المنتظم الدولي في نصف الطريق نحو صياغة ميثاق دولي حول الهجرة، وهناك تقاطع حقيقي بين الميثاق وأجندة التنمية المستدامة. لذلك فنحن نطمح إلى إدراج قضية الهجرة ضمن مخططات التنمية بالعالم. ويعد المغرب من البلدان المعنية بشكل كبير بقضية الهجرة في ظل وجود أزيد من 4.5 مليون مغربي مقيم بالخارج، كما أطلقت المملكة سنة 2013 سياسة جديدة للهجرة. مباحثات جمعت اليوم في الرباط كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني ووزير الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل ببوروندي، لقاء يهدف إلى الاطلاع على تجربة بلادنا في مجال تصنيف الوظائف ونظم المعلومات لتدبير الموارد البشرية ومقاربة النوع والخدمات العمومية. تم اليوم برباط إطلاق مشروع تعزيز قدرات مسؤولي وأطر المؤسسات السجنية في مجال معاملة السجناء والوقاية من التعذيب، مشروع تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع فاعلين آخرين. سعيد ريما والمهدي الشطيبي. هو لقاء من أجل تطبيق مشروع اتفاقية الشراكة الموقعة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومراكز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية كإطار للتعاون الممكن في هذا المجال. هذه فرصة للتداول وللتشاور ولتأهيل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل التعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من جهة، وأيضا من أجل تحسين الشروط السجنية بصفة عامة وخاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء. الهدف الأساسي كيتمثل في واحد البرنامج فيه 8-9 دورات تكوينية اللي فيها 4 على المستوى المركزي و4 على المستوى الجهات، ودورة تكوينية متقدمة لمجموعة من الفاعلين في إعداد التقارير. بطبيعة الحال هو كذلك يندرج في إطار المشروع ديال المندوبية العامة. هذه التظاهرة تندرج في إطار تعزيز قدرات المسؤولين وأطر المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء، مع ضرورة معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم. هذا اللقاء يعني هو تتميم لسلسلة اللقاءات التي تنظمها المندوبية العامة مع مجموعة من الشركاء في هذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الشركاء فيما يتعلق بتكريس ثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء السجني.
هذا المشروع يشكل جزءا من استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الهادفة إلى النهوض بوظائفها ورسالتها وضمانها المكان التي تحظى بها في تكوين العاملين بالقطاع. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم من توقيف 10 أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بما يمكن وصفها بشبكة إجرامية تنشط في مجال التجار في المخدرات. خديجة جمالي ورشيد العتابي. باشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات التوقيف في حق 10 أشخاص ضمنهم 3 نساء بشكل متزامن في كل من الناظور وزايو ودوار أيت ميت بمنطقة ابن سعيد الكبداني على بعد 60 كيلومترا غرب الناظور. هذه العملية النوعية التي تمت بنجاح صباح هذا اليوم بمنطقة أيت ماني ابن سعيد إقليم دريوش تمت بناء على معلومات وثيقة وفرتها مديرية المراقبة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهذه العملية أسفرت على حجز 6 ديال الأطنان مخدر الشراء بالإضافة كذلك إلى 240 كيلو بالغماء اللي قدره 20 مليون، مجموعة ديال الهواتف النقالة، 6 ديال السيارات، وكذلك مجموعة ديال الأسلحة البيضاء، علاوة على إيقاف عصابة إجرامية فيها 10 ديال الأشخاص، 5 عندهم علاقة مباشرة بالتجار الدولي في المخدرات. ويندرج تفكيك هذه الشبكة التي يشتبه في كونها إجرامية في سياق تكثيف الجهود وعمليات التنسيق بين عناصر الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك من أجل ضمان المكافحة الفعالة لظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. في إطار المجهودات المبذولة من أجل محاربة الجريمة المنظمة وبالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فقد تمكنت مصالح هذه المنطقة الإقليمية للأمن خلال السنة المنصرمة وكذا هذه السنة من تفكيك العديد من الشبكات المنظمة، وتم من خلالها حجز كميات قياسية من المخدرات بمختلف أنواعها خاصة مخدر الشراء بكميات فوق 60 طن، بالإضافة إلى إيقاف 10 أشخاص الذين لهم ارتباط بهذه العمليات، وكذا حجز مجموعة من الوسائل اللوجستيكية والمعدات المخصصة لهذا الغرض. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ارتباطات أفراد هذه الشبكة التي يشتبه في كونها إجرامية بشبكات أخرى محتملة تنشط داخل المغرب أو خارجه. أمريكا اللاتينية أفقا للتفكير، موضوع الدورة 45 لأكاديمية المملكة، برنامجها ومحاورها قدمت اليوم في ندوة صحفية بالرباط. أحمد العلوي وعبد الفتاح الزوي. هو لقاء لاستعراض أهم محطات ومحاور الدورة 45 لأكاديمية المملكة المغربية التي ستنعقد من 24 من الشهر الجاري إلى غاية 26 منه، والتي ستتخذ من أمريكا اللاتينية أفقا للتفكير موضوعا لها. لماذا أمريكا اللاتينية؟ لأنه هذه القارات يجب أن نتعرف عليها وعلى التجارب التي الآن تجارب رائدة في إطار التغيير السياسي واقتصادي، وأنتم على علم بأنه بلدان تقدمت كثيرا من ناحية الاقتصادية، ولكن هناك تجارب مهمة في ميدان الهوية مثلا. الدورة تتضمن 5 جلسات متمحورة حول ما هو مؤسساتي قانوني وفلسفي، مع إلقاء نظرة موسعة بشكل خاص على الدينامية الجديدة للعلاقات التي تربط المملكة المغربية وبلدان أمريكا اللاتينية. عديدة هي مدن المملكة التي تختزل مآثرها ومعالمها حقبا من تاريخ حافل لبلادنا. في اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية نقترح عليكم رحلة إلى فاس التي تزخر ب9000 من الدور التاريخية، تراث إنساني عالمي يقربنا من نفائسه. روبورتاج إيمان سلاوي وحمزة السايح. مدينة فاس لمن يتنفس عشق الماضي والحضارة والتاريخ، إشعاع ثقافي ومدينة صنفت كتراث عالمي للإنسانية منذ 1981 من طرف المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم.
من كل جانب مدارس قديمة، مساجد، و23 كيلومترا من الأسوار، وأزيد من 30,000 صانعا تقليديا بالمدينة. هذه المعالم هي 27 معلمة، فيها أماكن صناعة تقليديا، مضابيغ، فيها فنادق، فيها قناطر تاريخية، فيها كذلك يعني بنيات أو بنايات عندها واحد البعد اللي هو دفاعي كالأبراج والأسوار إلى غير ذلك. وهذه الأماكن، هذه 27 معلمة تاريخية، استفد منها بصفة مباشرة ما يقارب من 2000 أسرة وتم انتهاء فيها. لكن اللي هو مهم ليس فقط عملية الترميم في حد ذاتها، ولكن بالأساس العملية ديال إعادة التوظيف. وكنشوفوا أنه مدرسة المحمدية ومدرسة الصفارين عاد إليها إيواء الطلبة مع التدريس بداخلها. يتوقف بك الزمان لوهلة فتستوقفك هذه المعالم، وللنهوض بهذا التراث ورد الاعتبار لهذه المدينة تم القيام بعدة برامج لترميم أزيد من 27 معلمة تاريخية. من المعالم التي تم ترميمها مدرسة الصفارين التي شيدت سنة 670 هجرية، معلمة من العهد المريني تبرز بين ظهرانيها زخرفة وفسيفساء وصومعة شاهدة على عبق التاريخ. وتم التأمين لحد الساعة ما يناهز أكثر من 6,000 أسرة اللي كتعيش داخل هذه البنايات اللي هي مدرب بنهية. في البرنامج كما قلنا كان فيه 1800 بناية من الدرجة الأولى، احنا اللي نجزنا إلى حد الآن 2100 أو ما يزيد على ذلك. مقاربة الترميم بمدينة فاس تدمج عناصر ثقافية، حضارية وسياحية لتحسين ظروف عيش الساكنة، حتى تبقى المدينة القديمة القلب النابض بأسواقها وأزقتها الضيقة ومعالمها ومبانيها التاريخية ضاجة بالحياة. ومن فاس نعود بكم إلى الرباط التي تتزين جدرانها بأبهى الحلل والألوان. والمناسبة انطلاق فعالية النسخة الرابعة لمهرجان ستريت آرت جدار لوحات الشارع. في برنامجها لوحات جدارية ضخمة ينجزها فنانون تختلف جنسياتهم وتجمع بينهم الريشة والألوان. المهدي محب وحسن سلا. وأنت تتجول بشوارع مدينة الرباط تلفت انتباهك لوحات فنية تحمل بكل فخر إلهام الفنانين الذين رسموها. بالعاصمة حيث يمتزج المعمار العصري والقديم، ميزت لوحات جدارية هائلة المشهد الحضاري لهذه المدينة، حاملة بين ألوانها وأشكالها رسائل عديدة. هاد الحيط ديال ميوزي محمد السيس درت توتيم هو كبير بزاف و كومبلكس، وتنبغي انا نشارك مع الناس طاقه ايجابيه بالفن ديالي. I'm very happy. Estoy muy contenta porque es mi primera. انا سعيده جدا لانها المره الاولى التي ارسم فيها جداريه بالمغرب. سبق لي وان رسمت في اوروبا وامريكا. انا في العاده ارسم الفن التكعيبي، لكنني فضلت هنا ان ارسم شيئا له ارتباط بثقافه المغرب. pinto más abstracto todo pero esta vez quería poner más cosa de aquí. مدينة الرباط ستتحول إلى فضاء مفتوح للإبداع إلى غاية 22 من أبريل الحالي، وذلك بعد استضافة مهرجان جدار لوحات الشارع. فنانين من بلدان مختلفة سيعملون على الربط بين الفضاء الحضري وممارساتهم الفنية، والمبتغى جعل جدران بنايات الرباط في أبهى حلل التأنق والزينة. نحاول أننا نقرب هذا النوع من الفن للسكان ديال مدينة الرباط. نحاول أننا نشتغل مع الفنانين المغاربة جداد الأصغار اللي نينيشيهم في هذا النوع من الفن، وكذلك أن يكون واحد الحوار بين الفنانين اللي تيجي واللي كيجيو من ثقافات متعددة مختلفة مع الثقافة المغربية ديالنا. هذا المهرجان سيفتح المجال أمام الفنانين المبتدئين وطلبة مدارس الفنون الجميلة، بحيث سيختار 8 منهم لتعلم فن الجداريات وإنجاز لوحة مشتركة، وذلك تحت إشراف الفنان المكسيكي ديرزو أوزالا. فالفن لم يعد حكرا على المعارض والأروقة، بل بات يعرض نفسه بقوة على جدران البنايات، مانحا وجوه مدن المملكة جمالا متفردا.
حديقة الحيوانات برباط تتعزز بولادة 4 أشبال من صنف أسود الأطلس، نوع مهدد بالانقراض في البرية منذ القرن الماضي ومسجل في برنامج الحفاظ على الأنواع خارج الموقع الطبيعي. سعيد ريما ومحمد أمين عموري. حديقة الحيوانات بالرباط أضحت أهم فضاء حيواني طبيعي بالمغرب، وذلك بفضل ما تضمه من أصناف وكذا البرامج التربوية وخدمات الرعاية بالحيوانات. الفضاء أصبح قبلة للزوار في هذه الفترة من السنة بعد الإعلان عن ولادات جديدة في فصيلة الأسود الأطلسية وبعض الأصناف الأخرى. في هذا الفصل الجديد وقعت عندنا عدة ولادات لعدة حيوانات، أهمها أسد الأطلس، بحيث أنه هذا الحيوان هو اللي يمثل شعار ديال الحديقة، وهو بالطبع منخرط في التراث الحيواني ديال المغرب، ولذلك حنا كان عندنا استراتيجية المحافظة عليه، وخا ما نقدروش نقوموا بواحد عملية ديال إدخاله في المواطن الأصلية ديالو، ولكن حنا كنقوموا بالمحافظة عليه. تطوير الحديقة الوطنية رهين أيضا بتطبيق برامج التربية خارج الموقع الطبيعي للحيوانات وأصناف الطيور، وكذلك بالبحث العلمي ولا سيما ما يتعلق بالبحث الجيني. أتينا مع تلاميذ المدرسة لتفقد الولادة الجديدة لأسد الأطلس والأشبال الصغيرة. المكان رائع والحديقة منظمة ونظيفة، كما أعجبتنا الأجواء. Hay muchas especies animales. Está limpio. أحد الأطفال اللي جينا هنا في إطار الأنشطة المدرسية، جبنا اليوم الدراري باش يشوفوا الحيوانات، بالخصوص الحيوانات اللي عاد زادوا اللي كنشوفوا هنا في حديقة الحيوانات، باش يتعرفوا على حيوانات أخرى. ويبلغ عدد أسود الأطلس المتواجدة بالحديقة حوالي 35 أسدا، مما يؤكد انسجام هذا النوع مع ظروف وبيئة هذا الفضاء، ولا سيما على مستوى القدرة على التوالد، علما أن هذا النوع من الأسود مهدد بالانقراض. إلى التذكير بالعناوين: مشاركة متميزة لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في منافسات المحترفين والهواة لجائزة الحسن الثاني في دورتها 45 بمسالك الجولف الملكي دار السلام بالرباط. تموين الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، مؤشرات إيجابية وحزم في التصدي للممارسات غير المشروعة. في اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، فاس تطمح لإحياء موروث غني ضاربة جذوره في أعماق التاريخ. وحديقة الحيوانات برباط تتعزز بولادة 4 أشبال من صنف أسود الأطلس المهددة بالانقراض. تمام الله.